Bom, espero falar aqui com o Fernando. Se dividir الموضوع على مشكلة توقف المفاجئ المحرك في الإيضاضان وقاع بالغاز، ودكنا نفرجو فيديو ونعمل عليه شرح إن شاء الله. بون، السلام عليكم. بعد ما شفنا الفيديو بالنسبة لخويا هذا، راه كيما نقولو تحبس له الفيكل مرة، والمشكل هذا كاين بزاف سيارات جريد وول. شوف المشكل اخي تاعك، راه عندك بروبلم في ليتيو تاع الريح. ليتيو تاع الريح كيما نقولو عندك فيهم مشكلة، عندك فويت ولا عندك سيرفو، ولا ممكن مشكل اخر في البابيون. بابيون تاني يديرها، كي يديرها بابيون تاني يهبلك، تبقى لوطو متشرالونتي. بون لي بروسيدير اللي يديرهم هنا ان شاء الله، نقي بابيون. حاجة واحدة اخرى، تفيري في لي تيو تاع الريح، لي كولي تاع كومبلي، تكلع لي تيو تشوفهم الا ماهمش ممزقين. لي فوا يكون مشروم غي شوية يبقى يضيع الريح. هذه هي، ولازم تفيري في مليح. لا ما كاش دير سكانير في كونترولي البابيون تاعك. بابيون تاني يهبلك، باسكو بابيون الكتريك هنا مش بابيون مانيير. وانا نكره لي فيكل بابيون الكتريك، باسكو ما عندكش كيف تحكم فيه. مانيير تحكم فيه، عندك كابل اكسيليراتور تقدر تزيد فيه تقدر تخرب. الكتريك ما عندك تا ريكلاش. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله. نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. ونعتذر على التصوير، الأخ اللي بعتنا الفيديو بعته لنا في الليل، على بها الكاليتي ديماج شوية ناقصة. والسلام عليكم ورحمة الله. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك واللايك، واللي عنده مشكل ولا يتصل بي عن طريق الخاص، وما كش مشكل نعاونوه.